تعقد القيادة الفلسطينية مساء اليوم اجتماعا للنظر في الرد الفلسطيني على موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية. هذا ولن تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالاجتماع المقرر عقده في مدينة رام الله. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم السبت، إلا أن القيادة الفلسطينية أجلته بسبب التأخر عن إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي من مدينة رام الله الزميلة الصحفية مروان عثاملي. مروان، ماذا نتوقع أن نسمع من الاجتماع اليوم في تمام الساعة 9:30 في المقاطعة في رام الله؟ بطبيعة الحال بليغ السلطة الفلسطينية لا يوجد لديها الكثير من وسائل الضغط على إسرائيل لمنع الضم المعلن، بالتالي هذا الاجتماع للقيادة الفلسطينية هو للتأكيد مرة أخرى على الثوابت الفلسطينية فيما يتعلق برفض الضم بكل أشكاله وبقضية التجنب أو عدم التعاطي معه بأي شكل من الأشكال، بحيث يتم دراسة الموضوع والتبعات من حيث كيف ستتصرف السلطة الفلسطينية إذا ما قامت إسرائيل بالإعلان أو بتنفيذ الضم بشكل فعلي، حيث أن السلطة الفلسطينية كانت قد أشارت أنها تدرس كافة الخيارات وأن كافة الخيارات بالنسبة لها متاحة حول إنهاء العمل باتفاقيات أوسلو وما إلى ذلك من هذه المواضيع ذات العلاقة. لكن في ذات الوقت يجب أن نشير بليغ أن السلطة الفلسطينية فقط حصلت على 800 مليون شاكل من إسرائيل كقرض للتصدي لجائحة الكورونا بسبب نقص في التمويل وبسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية. فبالتالي إعلان السلطة الفلسطينية خطوات بعيدة الأمد التي من شأنها تأثير على مجمل العلاقات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يمكنها أن ينعكس بطبيعة الحال على أداء السلطة الفلسطينية، وهذا ما لا تريد السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية في حال كون أن إسرائيل لم تعلن الضم بشكل فعلي لكنها مستمرة السلطة في احترام الاتفاقات، لكن لديها التوجه نحو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالإضافة إلى المحكمة الدولية في لاهاي وما إلى ذلك من هذه المواضيع كعناصر ضغط على إسرائيل. لكن السلطة الفلسطينية أيضا تراهن على ما يبدو على الانتخابات الأمريكية وعدم فوز الرئيس ترامب مجددا، وتراهن على ما يبدو على جو بايدن المرشح الديمقراطي الذي كان قد أعلنها مرارا وتكرارا أنه في حال فوزه فأنه سوف يدرس الخيارات المطروحة فيما يتعلق بصفقة القرن وأنه لن يعمل بها، بالإضافة إلى مجمل المواضيع ذات العلاقة فيما يختص وأن حل الدولتين هو الحل الذي تنظر إليه الإدارة الأمريكية المقبلة. لكن هذه أفكار أو آراء التي من الممكن أنها توجد بها نوع من المجازفة أو المخاطرة لدى السلطة الفلسطينية، وخاصة إذا أنه تم انتخاب الرئيس ترامب مرة أخرى، فأن الرئيس ترامب سوف يحقق الرغبات الإسرائيلية وتنفيذ صفقة القرن المعلنة بحسب ما كان قد أعلن مع الجانب الإسرائيلي. نعم مروان، كنت معي من مدينة رام الله، شكرا لك على هذه المداخلة.